راه معنا ياسين، هو يعتبر أصغر واحد خضار في دائرة الملح، والشاب بشوش يضحك وفرحان، طبعا راه صايم وهو بكري يضحك. عندك طاولة شابة، طابلة شابة، الله يبارك. بارك الله فيك. مثلا اش عندك تشينا؟ تشينا سوما ولا؟ سوما 38 35. الله يبارك. والتفاح؟ التفاح عندي 75 70. والكيوي؟ كيوي 160. والبعويدة؟ بعودة 80000، راه شوية غالية هذه. وهذه طبعا بعض الفاكهة هي امبورتي، سي نورمال تكون غالية. عندك الموز كذلك؟ بني الحمد لله هو درا 40000. 40، واه الله يبارك. والتمر تمرة 55 55. هي الطابلة تاع ياسين معروفة على في البلدية تاع الماء معروفة. بارك الله فيك ياسين، شكرا. طبعا اليوم درنا زيارة للطابلة تاع ياسين وراها مزوقة، الله يبارك. نتمنوا الزبائن، هو عنده الزبائن تاعو هنا يجوا عنده. ومرحبا بالضيوف سواء كانوا من المالح او من اي جهه، مرحبا بهم. مبروك عيدكم. بارك الله فيك، شكرا. شكرا. سعيد ما كاش مشكل. بارك الله فيك، شكرا.